باش نجحوا على الاستراتيجية فالهيئة البلد فين كاين الفساد؟ واش كاين في جزيرة المطوى؟ ولكن عند الجن هما اللي ما حضرش معنا وفرد المنصرية كل هادشي هذا من نهار اللي جيت من قبل شكون اللي كيولد بزاف؟ الفساد هو واحد الحاجة اللي بحال انت كتبني هو كيطيح، انت كتصلح هو كيفسد، انت كتنقي هو كيوسخ، ولكن الشعوب القوية هي اللي كيكون فيها الصلاح غالب الفساد، والشعوب القوية جدا هي اللي تيكون غالبه بزاف، والشعوب الضعيفة والمعتلة والموجودة في خطر هي اللي تيكون فيها الفساد يعني غالب على الصلاح ومتعادل معه. وحنا نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم بهذا المجهود اللي خص كل شيء يندمج فيه، لانه المواطنين خصهم يفهموا باللي الا بغاو يعني الفساد ينهزم خصهم الى هم الحال حتى واحد ما يدي لهم بلاصتهم في الصف، حتى هما ملي يجيو الصف يحترموا هذاك المكان، لانه الا هما بشي سبب بغاو يدوزوا قبل الاخرين عاود ثاني كنفسدوا كل شيء. الاستراتيجيه شنو معناها؟ محاربه الفساد هي واحد الحاجه منطقيا الحكومه دائما خصها تكون مشغوله بها، لكن بطبيعه الحال كاين فرق بين الاعمال اللي كتكون مشتته وبين الاعمال اللي كتكون خاضعه لاستراتيجيه واحده. فدابا الاخوان في مختلف القطاعات عملوا واحد العدد ديال الاجراءات اللي كيتصوروها غادي تنقص من الفساد، باش ما نقولوش غتقضي عليه، لانه هذا اعتقد انه مستحيل. وعرضوها على القطاعات ديالهم وتذكروا فيها وعملوا واحد لا فيرسيون اللي بغينا نقولوا تقريبا نهائيه ورجعوها، واليوم كل قطاع غادي يتكلف بالجانب ديالو، وهي عندها كيحكمها واحد المنطق واحد. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم مع هذه الاستراتيجيه غادي يقدر ينقص واحد شويه هذا الفساد.